أهلا فيكم بفيديو اليوم. اليوم شفت فيديو كثير كرنج. الفيديو هاد قديم من تقريبا 3 سنين، بس اليوم أنا أول مرة بحياتي بشوفه، فلما شفت الفيديو حكيت لازم أحكي عنه، لازم أورجيكو الكرنج، لازم تتعذبوا معاي. الفيديو هاد عبارة عن واحد متعرف على واحدة من سنتين، بيحكي معاها دايما أونلاين، بس بالتليفون بيحكي معاها لأنه هي ساكنة بعيد. فآخر إشي اتفقوا أنه بدهم يتلاقوا مع بعض، يشوفوا بعض بعد سنتين. لما تلاقوا صار إشي جدا كرنج. خليني أورجيكم الفيديو. طيب، هون بالبداية هو بيحكي إنه هو وكيت اسم البنت اتلاقوا من إنستغرام وبيحكوا بعض من سنتين، وهي كتير منيحة وطيبة. حيبطل يحكي منيحة وطيبة بعد شوي، حتشوفوا ليش. فصارت آخر إشي حبيبته، وهي جاي على كاليفورنيا علشان تشوفه وتتلاقى معه، وهو كتير متحمس. Dude, you see her? You see her? I'm shaking for no reason. شوف، أول إشي غلط إنه قاعد بيخبي وجهه وهيك مستحي هيك. شو بتسوي؟ أنت مفروض تكون إنه الذكر في العلاقة، فاهم علي؟ ما بيصير هيك تقعد تسوي وتستحي يا أخي. حتى لو أنت متوتر أو مستحي قبل ما تشوف مثلاً حبيبتك، خطيبتك، مين ما كان، لا تقعد هيك تسوي هيك. تستحيك. شو هالحركات بيبي؟ Go hug her, go hug her, some shit. I'm scared, dude. She's so pretty. Look at her. Oh my god. بيحكي لصاحبه أنا خايف. شوف ما أحلاها. لا تكون زي هيك. يا أخوي أبوس إيدك، لا تكون زي هيك. لو أنت عملت إشي زي هيك قبل مو مشكلة، هلأ بس تعلم إنك لا تكون زي هيك بالمستقبل. لا تقعد هيك تسوي وأنا كتير خايف، ويا الله شوف ما أحلاها، واو. خلي الإشي في قلبك يا أخي. حلوة، أوكي، خليه في قلبك أو احكي لها بينك وبينها، بس لا تقعد هيك قدام الكاميرا وقدام صاحبك تحكي يا الله ما أحلاها، شو خايف انا متوتر. Hi. I guess we're gonna do something. Hi. Gonna hug. Hi. My brother Sam is with me. Hi, nice to meet you. Dude, that's so crazy. I'm sorry. ليش هيك سويت؟ ليش هيك سويت؟ البنت اللي مفروض تنط وتحضنك، مش انت تنط عليها وتخليها هي تحضنك وتحملك. خلينا نكمل، حتشوفوا اشياء اسوأ واسوأ من هيك. So, I really like your jacket. لا اله الا الله، ما عرفت شو بدها تحكي لانه كل اشي غلط في الولد هاد. فحكت له حبيت جاكيتك. ما عرف شو بدها تحكي اشي منيح، يعني ما في اشي منيح يطلع من تمها، فما لقت غير ان تحكي يا اخي والله جاكيتك حلو. الله لا يحط حد في الموقف يلي نحط فيه هذا الرجال، الله يعينه. You're super pretty. You're super short. حكى لها انت كثير حلوه، ردت عليه انت كثير قصير. شوفوا الصراحه، هون هي البنت غلطانه يا اخي. حتى لو هو قصير ما بيقدر يغير هذا الشيء، هو من خلق هيك قصير، يعني مش في تمرين بخليه طويل او بده يشرب اشي مخصص يخليه طويل، لا هو انخلق هيك، شو بده يسوي؟ فما بصير هيك تعطيه في وجهه هيك الصراحة هاي لهالدرجة. يعني اوكي انا صريح كمان، بس مش لهالدرجة اروح مثلا اشوف بنت قزم احكي لها والله انت قزم، وبعدين هو بيحكي لك انت كتير حلوة. يا اخي كنت احكي له نظارتك حلوة، اي اشي صار فيها باي اشي تاني، مش تحكي له انت كثير قصير. How tall do you think I was gonna be? I don't know, like taller than me. Really short. I think it's taller. Yeah, check it. Go back to back. Shit. I mean, it's okay. We can work on that, right? I mean, I can still grow. My mom said. حكت له we can still work on that، يعني بنقدر خلاص ندبر هذا الموضوع. حكى لها أمي حكت لي لسه بقدر أكبر. يعني حاولت أنا أفكر شو ممكن حد يرد بجواب أسوأ من اللي هو جاوبه. أمي حكت لي أنا بقدر أكبر، مين بيرد هيك على بنت حكت له أنت قصير؟ وأنت يعني مش صغير، مش عمرك 10 سنين ولا 12 سنة. لو عمرك 10 سنين 12 سنة كنت حكيت لك أوكي، يعني لساتك صغير حرام عشان هيك حكيت هاي الكلمة، بس لا، مبين أنت عمرك 16 17
فانه عندك عقل بتفكر. بده يمسك ايدها، حكت له ما تمسك ايدي امسك الجاكيت، عطته الجاكيت يمسكه. الله لا يحط حد في هيك موقف. وكيف هو اصلا رضي وجد مسك الجاكيت تاعها ومشي معاها. First impression of me, what do you think of me in real life? I really liked your personality, you know? Like you're exactly what I expected, except for like height wise, but that's okay. Okay. المرة الثانية بتحكي له انه انت قصير. المرة الثانية خلص، المرة الاولى سمعك وعرف هذا الشيء وحكيت لك ما بقدر يغير هذا الشيء، وترجعي تجرحيه مرة تانية تحكي له نفس الكلام انك انت قصير. اقسم بالله حرام، حرام عليك. You are who I think you are, but even better in real life, you know? Yeah. You think it's so crazy that we're meeting now? Because I've like, okay, I never thought I would even be in a long distance relationship. Like, I'm not into that, right? Mm-hmm. But you caught my eyes. That one Instagram post you had, remember that one? Mm-hmm. That caught my eyes. Don't look at me like that. You're making me nervous. Okay. حكى لها إنه أنا أصلاً ما بحب العلاقات يلي هي من بعيد، إنه مثلاً بس أحكي مع بنت من بعيد وما أكون بتلاقى معاها وأطلع معاها، بس أنتي إلك بس بالذات حبيت هذا الشيء وقبلت في هذا الشيء. طيب ماكس، أنا ما بعرف شو اسمك، حناديك ماكس. طيب ماكس، خلينا نكون صريحين مع بعض، انت هيك ولا هيك يعني ما حتجيب اي بنت، فمنيح انه هاي رضيت فيك حتى لو من بعيد. ما انا ما قصدي اشي يا ماكس، بس بحكي لك الصراحة، مبين عليك كتكوت وبتستحي و I'm so scared. واو انت هيك دلوع، يعني البنات حيشوفوك زي كأنك صاحبيتهم، فما بصير هيك تكون يا ماكس. فخلينا نكون صريحين، الحمد لله انها رضيت فيك، وانت اصلا حترضى فيها لو وين ما كانت، لو كانت في دولة تانية. خلينا نكمل. I got a surprise for you and it's a song, you know, that I want to sing for you. طيب حكالها انا عندي لك مفاجأة، المفاجأة هلا حتشوفوها. بحب احذركم قبل ما تيجي المفاجأة، اشي جدا كرنج، اعطيتكم التحذير، يلا خلينا نروح نشوف. لا baby girl you have caught my heart. طيب شوف يا ماكس، مبدئياً أنا بفضل أسمع صوت المرحاض عن صوتك، لأنه صوتك جداً سيء، والبنت مبين عليها وهي قاعدة بتسمع الأغنية نفسها تنتحر، قاعدة بتفكر أنا شو جابني في هذا الموقف. البنت قاعدة بتتمنى يكون عندها بوشن الاختفاء، ما عارفة كيف بدها تطلع من هذا الموقف. خلينا بس نكمل نشوف شو بيصير بالآخر. شفتوا كيف حضنته؟ حضنته زي كأنها متقرفة منه هيك. بدعني قرفانة منه، قرفانة منه، والصراحة معاها حق، إنه تسمع صوت زي هيك بيقرف وبعدها ما تقرف منه، وقتها هي بيكون فيها شيء غلط. بس كمان هي غلطت إنه قاعدة تضلها تذكره إنه أنت قصير، أنت قصير، ما بيقدر يغير هذا الشيء، شو بده يعمل الولد؟ بس الولد مبين المشكلة تاعته مش الطول، في شباب قصيرة عادي وبتلاقيهم شخصيتهم حلوة بترفعهم، بتخليهم طوال، بتخليهم إلهم هيبة، بس هذا الإنسان هو نفسه شخصيته للأسف جدا يعني دلوع. يا الله أنا خايف ومستحي. فيعني مبين المشكلة مش بس الطول، البنت مش بس عشان الطول هيك خلص قرفت منه، في كتير أشياء تانية وصلتها لهاي المرحلة اللي يخليها تحضنه هيك. ابعد عني. هون كتب بعد هاي الغنية امها اجت واخدتها وراحت، بعدين قررنا انا وياها انه بدنا نضل اصحاب وبس، فهلأ هي بطلت حبيبتي. ماكس اكيد حتبطل حبيبتك، انت ما سمعت صوتك؟ ماكس انت ما شفت كيف نطيت عليها بدك تحضنها؟
ما بصير يا ماكس، شو عم تسوي؟ اتعلموا من ماكس، شفتوا اللي بسويه ماكس؟ اعملوا العكس بالضبط. اي اشي هو سواه بهذا الفيديو اعمل العكس، انت هيك بتكون تمام. بس لا تكون زي ماكس ابدا. لو انت ما بتعرف تغني لا تألف غنية وتروح تغنيها اساس هيك انك كيوت عم بتحاول. ما حيفكروا هيك البنات، ما حيحكوا هاد بيحاول يا اخي والله انه كيوت، حيفكروا هذا مدرف صوته بيقرف، ما حيشوفوك كيوت ابدا. لو مين ما كنت، لو كنت احلى شخص في العالم، لو سمعت صوتك وطلع صوتك زي ماكس انتهى الموضوع، راحت عليك. بس الصراحة كمان يعني البنت غلطانة، لأنه يا أخي ضلت تذكره، ضلت تحكي له أنه يا أخي أنت قصير، وبين عليها كيف أنه كثير قرفانة منه هيك، خلص ابعد عني، ما بدها إياه أبدا. يعني كنتي على الأقل قدامه سيري اعملي حالك أنه شفتي إنسان طبيعي، وبعدين احكي له هالكلام أنه خلص خلينا نكون أصحاب أحسن. سنتين صلها بتحكي معه وبتعطي أمل لهذا الولد المسكين، وآخر إشي بس تلاقى معاها حطمت كل أحلامه. بس صوتك الصراحة يا ماكس حطم البنت تحطيم، فأكيد هي حتحطم أحلامك. وبس هذا هو الفيديو لليوم، لو عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب، ونشوفكم على خير، في أمان الله.